حتى نهاية القرن التاسع عشر معظم الناس كانوا مفكرين أن الكائنات الحية بأنواع مختلفة هي أنواع متباينة تم خلقها بشكل منفصل من قبل إله قام بتصميمها وخلقها بهذه الأنواع على النحو الذي نعرفه عليه، معتمدين على حدسهم على بداهة هذا الأمر لهم. لكن نحن نعرف أن الحدس والبديهة لا يمكن اعتمادهما كمصدر موثوق لاستقاء معرفنا عن هذا العالم. فمثلا إيراتوستينوس اليوناني أثبت كروية الأرض بالقياس، غاليليو أثبت أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس بالرصد، وكلاهما أمران يعاكسان حدسنا وبديهتنا. نفس الشيء فعلته نظرية التطور عندما أثبتت بالأدلة الكثيرة ما ينافي حدسنا وبديهتنا من أن الأنواع قد تم خلقها بشكل منفصل من قبل إله قام بتصميمها بأنواعها المتباينة بالشكل اللي نعرفه. هذه الفكرة بحد ذاتها فكرة قديمة جدا تم رصدها وملاحظتها والجدال فيها منذ أكثر من 2500 سنة. ممكن نرجع نشوف كتابات من أيام أناكسيمندر اليوناني حتى أيام تشارلز داروين التي تبحث بفكرة أنه لابد أن جميع هذه الكائنات الحية هناك تشابه واضح، هناك ما يدفع إلى الشك الكبير بأنها جميعها تنتمي إلى عائلة واحدة وأن ما نراه من تباينات بينها ما هي إلا تباينات تكيفية للبيئات المختلفة التي هي موجودة فيها. فتشارلز داروين لم يأتي بهذه الفكرة من خياله أو هو الذي ابتدعها، بل حتى جده إيراسموس داروين أدلى بدلوه في هذا الجدل الطويل. لكن ما ميز تشارلز داروين، عبقرية تشارلز داروين الذي جعلت له هذه الأهمية في هذا الجدل الطويل، هو اكتشافه للميكانيزم للآلية الطبيعية التي جعلت هذا التنوع بالشكل اللي احنا بنعرفه عليه، وهذه الآلية التي اسمها الانتقاء أو الطبيعي الناتشورال سيلكشن. لكن المشكلة انه على الرغم من كثافة وغزارة وهذه الأدلة المتراكمة من أيام تشارلز داروين اليوم المؤيدة للفكرة التي طرحها، لا تزال هذه النظرية حتى اليوم تواجه الكثير من الهجمات الشرسة من اللاهوتيين الذين يحاولون دحض هذه النظرية. السبب الأساسي هي أنها تعاكس الفكرة التي تبنتها بالأخص الديانات الإبراهيمية، لأن الديانات الشرقية ليس لديها هذه المشكلة في الواقع، لكن الديانات الإبراهيمية عندها مشكلة أن يكون الإنسان هو كائن متعالي على باقي الكائنات الأخرى. فلم يستطيعوا حتى اليوم تقبل بمعظمهم تقبل أن يكون الإنسان هو واحد من هذه الأنواع في هذه السلسلة الكبيرة في الطبيعة. وهذا الشيء اللي خلى أنه يكون يعني يصير في كتابات كثيرة، يتم كتابات غير علمية يتم نشرها بين العامة وفيديوهات وأعمال تحاول إظهار أن هذه النظرية هي نظرية باهتة، هي نظرية غير صحيحة، هي نظرية كذا. يعني المشكلة التي واجهتها والرفض التي واجهته هذه النظرية يفوق بكثير الرفض التي واجهته نظريات أخرى لا تقل أهمية عنها كنظريات كروية الأرض ودوران الأرض حول الشمس وغيرها. لكن مثل ما قلت، المشكلة في أنها تنزل هذا الإنسان من الهالة التي أوجدته فيها الديانات الإبراهيمية، جعلت لهذه النظرية خصوصية في الصراع والحرب التي وجهت به من قبل اللاهوتيين. وهذا الحرب يعني سواء حرب كانت سياسية، حرب كهنوتية، حرب قانونية أحيانا، نشروا الكثير من الأدبيات الغير علمية التي حاولت دحض هذه النظرية في عيون العامة. والكثيرين منهم لا يزالوا حتى اليوم يعملوا حتى اليوم
في إظهارها بحل خاطئة لهذه النظرية. على سبيل المثال الشيخ السلفي الذي يعني نتكلم عنه في هذه السلسلة إياد القنيبي، الذي في حلقة 21 بسلسلته رحلة اليقين يسمعها نظرية داروين بإنصاف، لكن هو قدم نظرية داروين بأبعد ما يكون عن الإنصاف. فمنشوفه مثلا كيف افتتح الحلقة تبعه بتعريف كتير ضبابي وواهي لنظرية التطور، بيقول فيه: هذه باختصار هي أركان نظرية التطور لداروين. كائن حي تولد بطريقة ما من الجمادات، طبيعة تكسب الكائن صفات جديدة يمكن أن تحوله من نوع لآخر، الصفات المكتسبة تورث، والطبيعة تنتخب بشكل تراكمي وصولا إلى كائنات أرقى، فتركب نظما حيوية معقدة من تغيرات بسيطة متعاقبة. والاستنتاج أن الكائنات الحية نشأت evolved دون قصد ولا إرادة من فاعل مريد مختار يعلم ما يفعل. وعلى هذه الطاولة حمل داروين كل ما في الكون من كائنات حية. بعد هذا الطرح اللي قدمه القنيبي، اللي عندي أكثر من مشكلة معه هيدي موضوع الأرجل الأربعة وكذا، لكن خليني أركز على مشكلة فكرة نظرية داروين. شو قصده بنظرية داروين؟ هل هو قصده بنظرية داروين كما قدمها تشارلز داروين بكتاب أصل الأنواع 1859، ولا قصده نظرية داروين كما هو معمول فيها اليوم بعد 160 سنة من التطوير والتحديث والتحسينات والجدل العلمي بحسب المكتشفات والتطورات العلمية ذات الصلة؟ بغض النظر سواء هيك أو هيك، كلامه غير دقيق، وهذا الشيء رح نوضحه هلأ. وأهم ما نبلش فيه بأنه نشوف تشارلز داروين نفسه كيف عرف الانتقاء الطبيعي بكتاب أصل الأنواع الفصل الثالث صفحة 61، وقت بيقول: أي تغير في الصفات مهما كان هذا التغير ضئيلا وبغض النظر عن السبب، إن كان ذلك ذو فائدة لكائن حي من أي نوع، سواء في علاقاته المعقدة مع كائنات أخرى أو مع البيئة الطبيعية، ستجنح لحماية ذلك الفرد، وبشكل عام سيتم وراثتها من قبل نسله، وبالتالي هذا النسل سوف تكون لديه فرصة أكبر في النجاة، وهذا لأنه في أي نوع يتم ولادة الكثير من الأفراد مع فرصة لنجاة عدد محدود منهم. أنا قد أسميت هذا المبدأ والذي بواسطته يتم المحافظة على أي تغير طفيف مفيد بمصطلح الانتقاء الطبيعي. فإذا تشارلز داروين يقول بكل صراحة الفكرة الانتقاء الطبيعي هي فقط ذلك المبدأ الذي يعني أنه في حال ولد كائن حي مع فرصة في النجاة تجعله أفضل فرصة، تجعل لديه فرصة في النجاة أكثر من أقرانه، فإنه سينجو أكثر من أقرانه، احتمال أن ينجو أعلى من أن ينجو أقرانه، وسينقل هذه الميزة التي حصل عليها إلى أنساله مستقبلا. هذا ببساطة ما أسماه الانتقاء الطبيعي. وبالتالي فينا نحدد أربع ركائز أساسية، لكن شتان بين ركائز القنيبي والركائز الأساسية لفكرة الانتقاء الطبيعي، اللي هي بنقول أولا لابد أن توجد هذه الركائز الأربعة كي يحصل الانتقاء الطبيعي. أولا أن يتم التكاثر بوفرة، أن يتم التكاثر بوفرة يعني يكون في عدد أكبر من الولادات من تلك التي ستستمر على قيد الحياة حتى فترة البلوغ وقدرتها على الإنجاب. ثانيا
أن يكون هناك تنوع في الصفات المتوارثة عند الأفراد. يعني كائنات هي الحية وقت عم تتكاثر ما عم تكون نسخ متطابقة عن بعضها البعض، وإنما هناك تباينات ولو كان طفيفة، مثل ما قلنا بالتعريف تباينات قليلة تكون ما بين هي الأنواع. ليش؟ لأنه لح يكون في تنافس ما بين هاي الأنواع، فإذا الأنواع عددها كبير، الأفراد عددهم كبير، في تباين بسيط بيناتهم، حيقوموا بالتنافس بين بعضهم، تنافس على الموارد، تنافس على فرص التكاثر، تنافس على بغض النظر أي شيء عم يتنافسوا فيه، بعض هاي الكائنات لح تفوز على أقران في هذا التنافس بسبب وجود بعض الصفات عندهم اللي مكنتهم من أن يفوزوا على أقران بهذا التنافس. أوكي؟ الفصل أو الضرورة الرابعة كي يحصل الانتقاء الطبيعي، وهي واحدة من أهم مقومات الانتقاء الطبيعي وأقلها يعني كلاما، لأقل المقومات اللي بيحكوا الناس عنها، اللي هي الانعزال. فأنا بيكون عندي مجموعة عامة، إذا المجموعة كل أفراد عم يتكاثر وعم يتنافسوا ضمن بعضهم بنفس المكان دائما على مر كل الأجيال، حيظلوا مجموعة واحدة، حيظلوا نوع واحد، حيكون هذا النوع في النهاية اختلف نوعا ما عن السلف الأصلي تبعه نتيجة كل هذا الصراع من أجل البقاء اللي عم يحصل على مر هاي الأجيال، التنافس على الموارد، لكن اللي حيظل نوع واحد. ما بإمكانك توصل لنوعين أو أكثر من نفس المجموعة أو من نفس النوع ما لم يحصل هناك انعزال ما بين أفراد أو الأجيال اللاحقة لهذا النوع. فأنت بيكون عندك نوع معين، هذا النوع يجب أن ينقسم أو يذهب قسم من أفراده إلى مكان آخر، ينعزلوا عن الآخرين، يتكاثروا، يتعرضوا إلى ظروف بيئية، تحديات بيئية خاصة فيهم، وبالتالي بعد مر عدد طويل من الأجيال هذه المجموعة تتعرض إلى مشاكلها البيئية، إلى تنافساتها الخاصة، إلى صراعها من أجل البقاء بظروف خاصة فيها، التحديات البيئية الخاصة فيها، مجموعة الأخرى الثانية الثالثة الرابعة العاشرة، مجموعات الأخرى تتعرض أيضا إلى مشاكلها الخاصة، صراعاتها الخاصة وكذا. في اللحظة التي على مر جميع الأجيال هذه المجموعتان أو أكثر تتعرض إلى الانتقاء الخاص فيها، في اللحظة التي يصبح أو يتعذر على فردين من هاتين المجموعتين أن يتزاوجا وأن ينجبا أبناء قادرين على التزاوج والإنجاب، وقت بتوصل هاي اللحظة عندها نقول قد أصبح لدينا نوعان مختلفان انطلاقا من نوع واحد أساسي. ففكرة الانعزال فكرة جوهرية، ولو أنها يعني واحدة من الأفكار الأقل تداولا أو الأقل طرح فيها. فإذا هاي الفكرة ببساطتها كما طرحها أو كما قدمها تشارلز داروين. واحدة من الأمور البديهية التي دائما يتم ترويجها بسوء هي أن كل عالم هو ابن زمانه ومكانه، وبالتالي أي عالم الطرح الذي يقدمه هذا العالم هو ابن الزمان والمكان الذي يوجد فيه هذا العالم، الذي هو إنسان يقدم عملا ما في مسيرة البحث العلمي. العلماء ليسوا أنبياء معصومين وليسوا أولياء، ولا يتواصلوا بقوى خفية مع طاقات وآلهة وأشياء ما ورائيه. العلماء هم بشر، وبالتالي العلماء يقدمون أفكار بعضها تكون صحيحة، بعضها تكون خاطئة، بعضها تكون صحيحة في زمانهم لكن يتم تخطئتها لاحقا، بعض أعمالهم تظل صحيحة و تعتبر مساهمة من قبلهم نعتمدها لاحقا في السنوات الأخرى، وأفكار أخرى ومساهمات أخرى تعتبر مساهمات خاطئة وتموت تدريجيا مع الوقت لأنها ليست صحيحة.
وبالتالي هذا أمر طبيعي، هذا الديالكت العلمي، هذا أمر طبيعي لا يجب أن يتم تسويقه واستغلاله على أنه نقيص في العلم أو أنه يفقد العلم مصداقية ما. بيقول ماريو ليفيو بكتابه أخطاء لامعة بأن العباقرة قد يخطئون، وبأن هامش الخطأ في العلوم البيولوجية والفيزيائية والكيميائية موجود إلى حد كبير وضروري، كونه يعطي من يأتي بعدهم من العلماء حافزا للتصحيح ولتقديم التقدم العلمي. ولنا في أشهر العلماء في العصر الحديث خير مثال كألبرت أينشتاين اللي أضاف عنصر الطاقة المظلمة لنظرية النسبية العامة كسبب لتمدد الكون، بعدها رجع تراجع عنه وأزاله، لكن لاحقا رجعوا العلماء أضافوا الطاقة المظلمة عندما تأكدوا أنها موجودة وأنه أخطأ بإزالتها. فهذا أمر طبيعي جدا في البحث العلمي، بينما أصحاب المعتقدات الجامدة الذين لديهم شخصيات مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لا تنطق عن الهوى، يقومون بإسقاط هذه الصفات التي يرون في تلك الشخصيات على العلماء، وهي صفات لم يدعيها العلماء أساسا ولا يدعيها من هم يعملون بما قدموا هؤلاء العلماء. لهنا نرجع إلى ادعاءات صاحبنا القنيمي. هل فعلا نظرية التطور تنص على أن الكائنات الحية ولدت من جمادات كما عبر الأخ القنيمي؟ لا، فإن نظرية التطور لا تبحث أساساً في نشأة الحياة، ولكن يتبحث في تنوع الكائنات الحية، الأنواع الحية عن بعضها، هي اسمها في أصل الأنواع وليس في أصل نشأة الحياة. هدول أمرين مختلفين عن بعض. النظرية التطور أو علم التطور التولد التلقائي الذي يبحث في أصل الحياة ونشأة الحياة وكيف بدأت لا علاقة له أبدا في نظرية التطور وكيف تنوعت الكائنات الحية. هاتان علمان مختلفان، وهي مشكلة أنها دائما عندما تناقش الأشخاص الذين يعتقدون أو يريدون أن يدحضوا نظرية التطور، عندما تقدم لهم جميع الأدلة التي تقوم بتفنيد ادعاءاتهم الخاطئة عن نظرية التطور، يأتي ويقول لك كيف بدأت الحياة على الأرض إذن؟ هذا أمر آخر. نحن نتكلم لماذا هناك طائر، لماذا هناك حصان وهناك بقرة، لماذا هناك، أنت تسأل عن أصل الحياة. هذه نوع من المجادلات التي يقوم بها الفاشلون والمفلسون. ومع ذلك تشارلز داروين نفسه لم يعتقد بأن الحياة وجدت من جمادات كما يقول باستخدام مصطلح القنيمي، لكنه تحدث الطبقات الأولى بكتاب أصل الأنواع أن الحياة جاءت بنفخة من الخالق لتشكل الحياة، ولاحقا الحياة قام الانتقاء الطبيعي بعمله فنوع الكائنات الحية. وهذا الشيء اللي خلى كثيرين من الناس يعني يفكروا أن تشارلز داروين هو ربوبي، وهي نظرة يعني نظرة كمان لا تعد لا نقيصة ولا زائدة في تشارلز داروين، لأن هذا الفكر الذي هو كان موجود في زمانه وفي عصره. فما بإمكاننا كمان نطلب من أن نكون demanding أو أن نكون كثيري التطلب من العلماء كي يكونوا يعني ثوريين فيما يتجاوز الحدود الإنسانية المعقولة الفكرية. لكن مثل ما قلت هذا موضوع علم تاني خاص في موضوع كيف نشأت الحياة، اللي حنتركه بحلقة خاصة. نرجع للقنيمي ونشوف المثال تبعه، نشوف كيف بيتعامل بيعرض المصطلحات بتضليل للمتابعين. بيقول لك الطبيعة عم يتعامل مع الطبيعة وكأنها كيان عاقل
يقدم أشياء، يسلب أشياء، عم يسقط صفة الخالق، الأفكار اللي هو عنده إياها عن الخالق، عن الإله، يقوم بإسقاطها على الطبيعة. لكن فكرة الانتقاء الطبيعي هي فكرة تصف ما يحدث في الطبيعة، لا تقول أن هناك من يقوم بتقرير فعل أمور معينة، أن هناك قوة معينة تصطفي أشياء أو تنتقي أشياء من بعضها. هو يقول فقط أن صفات وجدت في كائن ما ساعدته على أن يعيش لفترة أطول من أقرانه، وأن يتكاثر وينجب كائنات قادرة على التكاثر، سيحفظ هذه الصفات التي وجدت فيه عن طريق أنساله والأنسال اللاحقين، بينما الآخرين الذين لم توجد لديهم هذه الميزات أو الذين وجدت لديهم صفات سلبية، يعني صفات بالعكس ساهمت في وفاتهم بسرعة، ساهمت في أن يكونوا كائنات ضعيفة أو كذا، فهي ستنقرض مع الوقت، ويبقى الأفراد الذين لديهم الصفات الأفضل. هذا ببساطة مثل ما قال شازوين، هذا ما اسميته الانتقاء الطبيعي. وأنا قلت لكم موضوع الانعزال، وقت بيكون هذا الميكانيزم يعمل على المجموعة ألف هنا ويعمل نفسه على المجموعة باء هنا، هذه المجموعة تتعرض لتحديات خاصة فيها، ظروف خاصة فيها، صراع خاص فيها، هذه المجموعة تتعرض لظروف خاص فيها، صراع خاص فيها، بيئة خاصة فيها، مع الوقت سوف نصل إلى نقطة. هذه المجموعة إذا أتينا بفرد هذه المجموعة وفرد هذه المجموعة قمنا بتزاوجهم مع بعض، ونتيجة هذا التزاوج لم يستطع أن ينجب أفراد قادرين أيضا على التزاوج والإنجاب، بهي اللحظة بنسمي هدول النوعين هما نوعان منفصلان. أشهر مثال مثال الحصان والحمار، هن النوعان منفصلان، لكن لو زوجتم مع بعض حيجيبوا لك كائن حي، لكن هذا الكائن الحي الهجين هو كائن حي عاقر. من شان هيك هدول ضلوا نوعين حيين منفصلين عن بعض، وبمعظم الحالات العامة بيكون عندي النوعين الحيين هدول أساسا غير قادرين على التزاوج والإنجاب، لو سواء لأسباب فيزيائية وفيسيولوجية تمنعهم من تمام عملية التزاوج، أو لأسباب خلايا الجنسية لديهم تمنع هذه الخلايا من أن تحقق تزاوج وإنجاب. وبالتالي هذه الفكرة ببساطة، لا يوجد شخص أو شيء أو كيان عاقل أو كيان مفكر أو كيان له هدف من عمليات انتقائية معينة كما يعني يدعي أو يحاول أن يصور القنيبي وأمثاله. طبعاً تشارلز داروين من اللحظة اللي أطلق فيها كتاب أصل الأنواع واجه يعني تحديات ومعارضات كثيرة، واحدة منهم كانت المعارضة اللي بتقوله يا تشارلز داروين بغض النظر عن فكرتك بميكانيزم الانتقاء الطبيعي بالشكل اللي هلأ شرحت لكم إياه، عمر الأرض لا يسمح لي أن يحصل كل هذا التنوع بالكائنات الحية باستخدام المبدأ تبعك. فهون تشارلز داروين اضطر يستعين بفكرة كانت موجودة قبله، فكرة لامارك، الفكرة اللي بتقول انه الصفات المكتسبة من البيئة يمكن توريثها الى الاجيال اللاحقة. بهذه الحالة اللي احنا ما عدنا معتمدين فقط على حصول طفرات معينة اثناء التكاثر، وانما ما يكتسبه الشخص من بيئته يمكن توريثه الى الاجيال اللاحقة. هاي فكرة كانت عمود أساسي بنظرية لامارك في التطور اللي هي قبل نظرية داروين، لكن لاحقا العلم يعني أثبت أن هذه النظرية غير موجودة، ولو أنه اليوم تجاوزا لحقول أنه اليوم هي رجعت ليتم الكلام فيها بما يسمى علم فوق الجينات، لكن هي بطريقة جزئية تختلف تماما عن فكرة لامارك أو الفكرة التي قدمها أو أضافها تشارلز داروين، فكرة أن الصفات المكتسبة تورث. أنا عم بقصد الصفات الفيزيولوجية، بمعنى أنه عازف بيانو يقوم
توريث رشاقة الأصابع اللي عنده لأبنائه، أو أنه يكون شخص بيلعب بإحدى الرياضات أو بطل بإحدى الرياضات يقوم بتوريث لياقته أو كتلته العضلية التي اكتسبها بالتمرين إلى أبنائه. هذا النوع من الصفات المكتسبة التي يتم توريثه هذا أمر غير موجود اليوم علميا، ولو أنه مثل ما قال تشارلز داروين مضطر يستعيره كمبدأ من لامارك لفترة من الفترات عندما تم مواجهته باستحالة أن يقوم الانتقاء الطبيعي عن طريق طفرات عشوائية وفقط بهذا التنوع. لكن إذا عم نحكي نحن على موضوع أن يكون هناك صفات بيئية يتم توريثها، صفات سلوكية يعني يمكن توريثها أكيد، يعني العازف البيانو ما حيورث لأبنائه رشاقة الأصابع في العزف، أو عازف الجيتار ما حيورث لأبنائه رشاقة إيديه وأصابعه بالعزف، لكن حيورثهم أكيد الحب الموسيقى لأنه حيكون هنا موجودين معه عم يسمعوا الميوزيك منذ صغرهم وكذا. فعندما يكون عندي عازف بيانو أنجب عازف بيانو جيد، مش أنجبه بشكل جيني وإنما أنجبه لأنه هو عيش بالجو الموسيقي وليس لأنه قد نقل له مهارة العزف جينيا. ونفس الشيء في النسبة لأي أمر آخر من الصفات المكتسبة. لكن بغض النظر يعني سواء أضاف تشارلز داروين هي الفكرة أو لا، واللي نحن مثل ما قلت اليوم نحن بنعرفها غير موجودة، ونحن بنعرف أنه عمر الأرض طويل جدا لدرجة أكثر من كافية لأنه يصير هذا التنوع، وعندنا سجل حفوري كامل بيورجينا كيف حصلت هاي التنوعات عبر مر التاريخ. يعني الأمر اللي نحن اليوم نعرفه تشارلز داروين يعني كان سيذهل جدا لو يعني استطاع أن يرى ما نراه نحن اليوم. على أي حال سواء أضاف تشارلز داروين الفكرة أو لم يضيفها، هاي الفكرة لا يعني لا تؤثر في فكرة الانتقاء الطبيعي، لأن الانتقاء الطبيعي يتكلم عن الميكانيزم، عن الآلية التي تم فيها انتقاء أو الحفاظ على بعض الميزات لدى الأفراد، ولا يهتم ولا يسأل عن الآلية التي حصل بها الفرد نفسه على هذه الصفات. انتبهوا معي لأنه هاي نقاط بيلعب عليها كتير أصدقائي. مثل ما قلت في أول الحلقات بيكون عم يتم اللعب على موضوع أنه ما بين تنوعات الكائنات الحية وأصل الحياة، كمان بيتم اللعب على موضوع تنوع أو الحفاظ على الفاريشن أو التباينات ما بين الأفراد وأصل هذه التباينات التي حصلت لدى كل فرد. هذول أمرين مختلفين، والانتقاء الطبيعي يهتم في كيف حصل هذا الحفاظ على هذه التباينات، ولا يهتم وليس من اختصاصه أن يسأل كيف حصل الكائن أساسا على هذه التباينات. واللي احنا بنعرفه اليوم عن كيف حصل الكائن نفسه على هذه التباينات، تشارلز داروين نفسه ما كان عنده فكرة عن الموضوع، ومع ذلك تشارلز داروين لا يزال لم يفقد أي مكان، لم يفقد أي أهمية في مكانته في مسيرة معرفتنا في التباين في أصل الأنواع، لأن تشارلز داروين مش مهتم ولا دخله بأنه يقلك ليش الكائنات الحية وجد لديها هذا التباين. هي المعلومات كلها عرفناها بعد وفاة تشارلز داروين، وتبلشنا نعرف عن العلم الوراثي ولاحقا الجينات DNA وإلى آخره. فإذا العلم يعمل أصدقائي بهذه الطريقة، الطريقة التراكمية التي تقوم بتصحيح نفسها. والمشكلة أن الكثيرين من الناس يلجؤون إما إلى دمج الأمور المتنوعة مع بعضها ضمن بوتقة واحدة، وبالتالي يظهر لك بأن الأمر فيه إشكالية معينة، أو يقوم بإيجاد بعض المشكلات لدى أشخاص ويقوم بهدم جميع ما بناه ذلك الشخص، وكأن ذلك الشخص نبي أو إله أو قديس أو كلامه معصوم، وبالتالي إذا أخطأ في أمر فجميع كلامه خاطئ. هذا ليس ما يقوم به العلم، ولا ليس
هو المذهب العلمي أو الطريقة التي يعمل بها العلماء. على كل الأحوال رح نستفيض بشرح هاي الأفكار بالحلقات الثلاثة القادمة، ورح أختم هون كرمال ما نطول هاي الحلقة أكثر، فستيتون بالحلقة القادمة. إلى اللقاء.